معنا في مكتب مجلة الغربة السيد رجل الأعمال ياس أبي خطار. أهلا وسهلا فيك سيد الياس. منحب نسألك أنه أنت من النشيطين بالجالية وبتسافر كتير على لبنان، وبعرف أنك كل سنة عم بتسافر. آخر مشوار رحتوا على لبنان، شو اللي عجبك فيه؟ لأنه بدي أسألك شو اللي ما عجبك، بس خلينا نبلش بالمنيح. شو اللي عجبك بلبنان بهالمشوار؟ اللي عجبني بلبنان بهالمشوار شعبه قسيه بحب لبنان، متمسك بأرضه، متمسك بلبنان. اللي حبني بلبنان التعايش الأخوي بين، ما بتفرق، أنا ما لقيت في بلبنان عنا طائفية بيقولوا الطائفية بين مسلم ومسيحي. كل ما لقيته أنا كل يوم انزل على طرابلس، يلي كل يوم بطرابلس حس طرابلس بلدي الثاني ضعت قد ما بصدق. انزل محل ما بدك بروح، رحت على الضاحية الجنوبية اتغدى بالضاحية، اطلع على الجبل الساعة 2 3 الساعة 5 الصبح، يعني في سلام بلبنان آمن، ما بتعد ما حدا بي 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 بي. يعني ما بيخلى الأمر. بعض الأشياء الصغيرة الصغيرة بتصير بهيدي بتصير بكل بلد. نزال على أحلى بلد بالعالم بيقولوا أستراليا، سيدني ما فيك يعني بيصير فيها مشاكل يعني سيدني، لكن بتوقع لبنان ما في أجمل منه. لبنان ما في أجمل من طقسه ومن حياته. طيب الياس أبي خطار بفكر يعيش بلبنان يوما ما، يترك استراليا ويرجع يعيش بضاعته؟ ليك تقلك انا كالياس أبي خطار يعني انا شخصيا ايه بحب، بس تلاقي بديل لاولادي مثلا ما تاخذني، ابني متعلم هوني، بنتي متعلمه محاماه، وابني متعلم بالجامعه كمان، ما حافيني لاقي له البديل هلا بالوقت الحاضر بلبنان اخذه، وخصوصا يعني على الشمال لبنان، الشمال ضعيف ما في شيء، بده ينزل يشتغل، بده يشتغل ببيروت. لما لقيت انا حالي بده يشتغل ببيروت يعني كانه ولا بده يشتغل بدبي، لا الافضل نضل باستراليا ويشتغل باستراليا، تكون صريح معك يعني من هالناحيه. بس كانا عايش بلبنان بحب انا طلطل دائما على لبنان، يكون عندي بيت دائم بلبنان وطلطل على لبنان، قاعد شهرين ثلاثه بلبنان بس هلا بالوقت الحاضر مش وردي نسكن بلبنان على طول. هلا انا بعرفك انه كنت من مغتربي كندا، ليش تركت كندا؟ شو اللي خلاك تترك كندا وتجي على استراليا؟ الحقيقه كندا بلاد حلوه والله يعمرها كمان مثل ما الله يعمر استراليا. كندا بلاد مسقعه اساس شرب، بلاد ثلج وبرد كثير، هاي من ناحيه، وثاني من ناحية تانية يعني الصحة ما ساعدت بالنسبة لمدامتي، فضلنا نجي على استراليا ويكون هي كومنولث وقريبة على طقس لبنان وثقافة انجليزي يعني، وتكون كومنولث مثل كندا هي استراليا، قررنا نجي على استراليا يعني. وكانت صعبة انك تجي على استراليا؟ الحقيقة لا، انا عندي اخوة هون باستراليا وطلبت منهم شمل عائلي، لكن كان الطلب تجاوب معي دغري واخذوني باسهل الامور يعني، وقت قلت لهم شمل عيلي قالوا لي اخواتك هون بحق لك. طيب ايه معنى الثلج والبرد؟ شو الفرق بين استراليا وكندا لقيته؟ يعني من ناحيه الحياه الاجتماعيه وين افضل؟ لانك عشت مده طويله بكندا. اكيد عشت 15 سنه بكندا، لقيت هوني استراليا هلا بلاد شغل كثير هوني، واستراليا بلاد شغل، لكن حياتها الاجتماعيه هوني والنشاط كانك بلبنان هون، لبنان الثاني اعتبرته باستراليا. يعني بكندا ما كان عندك؟ لا ما في يعني خليني يكون صريح، ما في الاجتماعات القوية وهالحفلات وهالاجتماعات يعني خليني أعبر لك يعني بتطلع تقيلي من تمك، حتى بالعربي بعض الأوقات ما فينا نحكي بكندا يعني مستحي نحكي عربي. أما لكن هون بأستراليا لما جيت على أستراليا فكرت حولي بلبنان الثاني، إن كان بالبنوكي بالماركت بالسوق محلات التجارة يعني بكل شيء، فكرت حولي بلبنان. طيب بكندا شو كنت تشتغل؟ يعني شو مجالات العمل اللبنانيين؟ تجارة كان عندنا سوبر ماركت مثل هاللبنانيين اللي راحوا على لبنان، فتحنا سوبر ماركت لكن وقت طويل 15 ساعة 16 ساعة كل يوم وسبعة أيام، ما كانت عندنا هالحياة، حياتنا تبلش بعد الساعة 10 يعني،
بدنا نروح نسهر، بدنا نروح من منطقة لمنطقة تننطر تحت التلج والعواص والتلجين، نروح بالبرد وبالساعة، نروح نسهر عند الجيران مسافة ربع ساعة نص ساعة بالسيارة. صحيح في تدفئة لكن الطرقات كان ظلم كتير، ولكن بعد ساعة 10 بالليل هون. أما أستراليا لقيناها بلدنا لبنان التاني فيها كل شيء. وشو عم تشتغل هون بأستراليا؟ هون حاليا بأستراليا نحن عم نشتغل بالعمار، يعني بالإسكيبيشن بيزنس، بالبناء، بالحفريات، بالبناء. وصلنا. بدي أسألك ناحية البناء بأستراليا، عم بيقولوا أنه في ركود اقتصادي، يعني ما في هالبناء مثل الأول، صحيح هالشي؟ مزبوط مزبوط، لأنه البناء خف شوي على أساس يعني البيوت غليت كتير، أسعار البيوت ارتفعت كتير، يعني صار صعب ابني وابنك وابن خي ولا حي الله ولد بالناشئ جديد طالع بده يشتري بيت ويسكن حسب، يعني أعطيك مثل ميريلاند هون، يعني ميريلاند لا فيها بحر ولا فيها نهر، حق البيت اللي تسكن فيه ما أقل من 500,000. اليوم اللي عم بيشتغل جوب وحده ما في، ما بعتقد انا احد في يقدر يطبط بالبيوت. وقديش كان حق البيت بكندا تقريبا؟ تقريبا كندا بلشت مثل هون، كانت البيوت اسعارها واطيه بال 160 170، هي عم بحكيك من 20 سنه، يعني كان 170 180 200 الف البيت. لكن فجأة اليوم البيوت ارتفعت أسعارها كتير، يعني صفت البيوت تقريبا مثل استراليا هون بال 400,000 و 450,000. والدولار الكندي بيساوي الاسترالي ولا أقل منه؟ هلا مثل حكيت وكان ماشي هو مع بعضه مثل استراليا، يعني نفس السعر البيوت، نفس السعر، يعني شيء عالمي أسعار البيوت عم بتصير. أكيد أكيد. طيب إذا صار في ركود اقتصادي يعني تجارتك بتروح تقريبا هون باستراليا؟ بتوقف، بتشتغل، بتوقف، بينما لو كنت فتحت سوبر ماركت مثل كندا الأكل ما بيوقف. ولاش ممكن يعني اللي مثل ما بيقولوا مش شايين حالنا، يعني ما بدنا نغتني، لكن تنشوف هلأ لها سنتين تقريبا الحالي جامدة في استراليا، يعني بتمنى أنا أنه ترجع تمشي الحركة. بتمنى انها تمشي الحركة. هلا بدنا نرجع على لبنان. خبرتنا انه عجبك بلبنان، الحياة والتعايش والاخوة وما في شيء. شو اللي ما عجبك بلبنان؟ اللي ما عجبني بلبنان الطرقات لبنان الحكومة، يعني اليوم انا بتأسف بلد مثل بلد لبنان في مليونين ثلاثة بلبنان، بيروح بين 600 و700 قتيل على طرقات لبنان. يعني انا وقت بكون نازل على بيروت من الشمال مطرابس على بيروت بلتقى على الطريق باربع خمس قتلة يومية على الطريق، البطة على الطريق اذا ما نجرها، يعني اللي كنت طالع على من ضيعتنا من مجدية على اهدين على القليل بسهل جنادي بلتقى بقتيل بقتيلين، يعني ولا شو السبب؟ شو السبب انه الطرقات مكتسو ولا السرعة؟ يعني ما فينا نلوم على الطرقات وحدة، فينا نحط الحق على السائق، السرعة الهائلة، يعني وقت بيكون عم بقول لك بيمشي بين ما أقل من 170-180 بسهر جديد، صدقني أنا بشوف عيني شفت من أستاذ شاربي. طيب طيب ما في كاميرات؟ عم بيقولوا في كاميرات للسرعة. كاميرات موجودة بس على طريق بيروت، لكن مش هي الكافية، ما في هالنظام القوي، ما في هالنظام القوي، هالغرام المالية ولا السيستم مثل استراليا، يعني بيخسر سيئة السيارة ولا عدد النقط من دفتره ولا بيفوت، يعني هون باستراليا اللي بيشرب يعتبر جريمة إذا كان مشروب، أما بلبنان بيفتخر بحاله انه شرب قنية ويسكي طالع يسوق وياخذ ويروح ويشم الهواء. من هيك كثرة الحوادث. يعني انا بقول لك السنة الماضية بين 2010 رايح 700 قتيل على طرقات لبنان، 700 قتيل بالنسبة على سكين لبنان شيء كثير، يعني فوق استراليا منو عم بيروح فيها كثير هلا. استراليا بالنسبة للاخر مدة هلا اخر اربع خمس سنين كان اسمها السوق، يعني اسم استراليا بالامم المتحدة كان سيء كثير،
استراليا كل ويك اند، كل لون ويك اند، كل يعني ما يكون في شيء هون باستراليا هوليداي يرحلوا 50 55 اكيد. لكن هلا بالمده اخر 5 سنين استراليا ارتفعت قيمتها بالامم المتحده، صارت من النمره العاشره بالعالم وحسنت اوضاعها، وصاروا يعني القتلى على الطرقات خفيفه كثير بالنسبه لاستراليا، بيرحلوا 10 قتلى باستراليا يعني. في سؤال استاذ الياس بنساله لكل من قبلهم وكل واحد بيجاوب بطريقته. لو سالوا الياس ابي خطار قالوا له بعيد الشر عن قلبه، يعني انه سؤال لازم ينطرح، انه وين بتحب تكون نهايتك، يعني يكون قبرك لا سمح الله، بلبنان او باستراليا؟ والله السؤال هذا يعني الكل تقريبا حشرتني فيه. استشعر انا بتمنى انه اموت ببلادي لاني خلقت ببلادي، يعني كل هذا بفضل بلادي ولا غير شيء، يعني بفضل اعيش باستراليا واموت ببلادي. بس هل ترى رح يصير هالشيء ولا تمني هيك؟ تمنيات هلا بيصير ما انا تمنياتي بتكون هلا، يمكن يصير يمكن لا، بس انا تمنياتي يوما ما تكون حياتي حطيت هالشيء بوصيتك ولا بس حكي بيني وبينك؟ حكي صالوني مثل ما بيقول، حكي يعني 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 اللي يسأل بيختار مثل الكل رح يبقى هون يبقى. انا بشكرك على هالحديث سيد الياس. الله يخليك، طول عمرك.